أن يعلم المسلم الغاية من الخلق، لماذا خلق؟ أن الله خلقنا ورزقنا بماذا؟ من أجل ماذا؟ الخلق والرزق كله. حتى كثير من المشركين يعتقدون بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، كل هذه يعتقدونها، لكنهم يخلون بالأهم وهما يتعلق بتوحيد الألوهية. ولذلك بين رحمه الله قال: يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه المسائل، ومن أهمها أن يعلم الغاية من خلقه، بماذا خلق العبد. ولذلك لما ذكر رحمه الله الغاية في ذلك قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهذه هي توضيح لأهم غاية، وهي ما يتعلق بتوحيد الربوبية.